نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة بنكمل الكورس بتاعنا، كورس مهارات الاتصال، تمام؟ المحاضرة الثالثة بإذن الله. يا رب دايما تكونوا بخير. يا رب يا رب، اللهم آمين. الله يحفظكم يا رب. طبعا الكورس هو أو المحاضرة النهاردة هي المحاضرة الثالثة من كورس مهارات الاتصال الفعال. يمكن احنا اتكلمنا في محاضرتين سابقتين، طبعا الشباب اللي ما حضروش قبل كده يقدروا ان هم يرجعوا للمحاضرات السابقة، ده على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، محاضرات مسجلة وفي محاضرات اللي هي المادة العلمية بتاعت المحاضرة الأولى والثانية، فممكن ان انتوا تتابعوا المحاضرات السابقة على الجروب بتاعنا على الفيسبوك. ولو طبعا في اي استفسار او تساؤل ليه علاقة بالمادة العلمية او بالكورس او اي حاجة مش واضحة، ممكن ان انتوا تتابعوني بالاكونت بتاعي على الفيسبوك. طيب زي ما قلنا شباب، احنا دي ده الكورس او المحاضره الثالثه من الكورس بتاعنا اللي هو مهارات الاتصال الفعال. كنا اتكلمنا في المحاضره الاولى على انماط التواصل، وان كل شخص ليه نمط معين في التواصل، واتكلمنا على اساليب التواصل. دي كانت المحاضره الاولى. المحاضره الثانيه اتكلمنا فيها عن الانطباع الاول، الواحد ازاي يعطي انطباع اول جيد. وبعد كده اتكلمنا على ازاي ان الواحد يبقى عنده القدره على صناعه علاقه قائمه على الثقه المتبادله، وان ازاي الانسان يقدر يبقى عنده مصداقيه لدى الاخرين. ده فحوى المحاضرتين الاولى والثانيه. ان شاء الله النهارده المحاضره الثالثه هنتكلم عن موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاول ازاي الواحد يدير بناء العلاقات من خلال ردود الفعل مع الاخرين، وازاي الواحد يتواصل مع زملائه سواء زملاء الدراسه زملاء العمل. فده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه النهارده. وزي ما احنا متعودين ان اي استفسار او تساؤل انا بنرحب بيها باذن الله، طالما ليها علاقه بالمحور الحواري اللي احنا بنتكلم فيه النهارده باذن الله. تمام كده يا شباب؟ طيب اول حاجه الاهداف بتاعت المحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله هنتكلم في اول اهدافنا باذن الله على استخدام اعاده الصياغه على نحو فعال. هنعرف موضوع اعاده الصياغه. دايما احنا لما بنيجي نتكلم كل واحد ليه طريقه في الكلام، كل واحد ليه اسلوب في الحوار، وبيختلف من شخص الى شخص، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا هل الصياغه التقليديه في حواري، يعني هل طريقه التقليديه في الكلام بتوصل للناس اللي انا قصدي عليه، ولا الناس ما بتستوعبش بسرعه، ولا انا محتاج ان انا اعيد الصياغه مره ثانيه سواء بنفس الكلمات او بكلمات مختلفه عشان اتاكد ان الكلام وصل ولا لا. فازاي استخدم اعاده الصياغه على نحو فعال؟ دي اول هدف من النهارده. تاني هدف ان انا ازاي يبقى رد فعلي تجاه الاخر رد فعل ايجابي وبناء، خاصة في اطار العمل او في اطار الدراسة او حتى في اطار الحياة، وده اللي يهمنا. دايما بنقول ان الناس اللي حوالينا يا اما الناس اللي حوالينا دول ناس سلبيين، صح؟ يا اما الناس مش فاهميننا، صح؟ يا اما احنا لما بنخطأ اللي قدامنا بيتعامل معانا باسلوب بيخلينا ما بنعرفش نتصرف بشكل سليم ولا بشكل موضوعي. فالهدف الثاني النهارده ان احنا نتكلم على ازاي ان انا اقدم رد فعل ايجابي وبناء في خلال العمل وفي خلال الحياه عموما. ثالث هدف النهارده باذن الله هي التواصل مع الزملاء.
ازاي اتواصل مع زملاء، سواء زملاء الدراسه، زملاء الشغل، ازاي اتواصل معاهم؟ هل انا بتواصل بشكل جيد ولا لا؟ فدول الثلاث اهداف باذن الله اللي احنا هنغطيها في محاضره النهارده. فهنتكلم النهارده ثلاث مواضيع. الموضوع الاول هو اهميه ردود الافعال. تاني واحد هنتكلم عن تقديم التغذيه الرابعه اللي هو رد الفعل وهنفهم ايه معناها. والموضوع الثالث هو التواصل مع الزملاء. المواضيع تاني يا منار احنا هنتكلم عن النهارده عن ثلاث مواضيعات. اول موضوع ايه اهميه رد الفعل، ان انا لما بعمل بتعامل مع الناس بيبقى في ردود افعال، يا اما ردود افعال ايجابيه او ردود افعال سلبيه سواء مني او من الاخر. فده اول موضوع هنتكلم فيه النهارده. هنتكلم عن ازاي ان انا اقدم رد فعل معين، او هي بنسميها الاسم العلمي شويه اللي هو التغذيه الراجعه. وثالث موضوع هنتكلم فيه هو التواصل مع الزملاء. طيب اول موضوع، اول موضوع يا شباب هو رد الفعل، الفيدباك. كلمه فعل، رد فعل او فيدباك باللغه الانجليزيه او باللغه الدارجه بتاعتنا رد الفعل بتاعنا. وفي الاسم بقى الرخم شويه بيسموها التغذيه الراجعه. هسالكم سؤال وجاوبوا عليه بمنتهى الصراحه. لو انت حد كلمك باسلوب فيه نوع من العصبيه والنرفزه والاحساس بشكل كبير جدا ان انت شخص انفعالي، يعني انا عاملك بطريقه فيها نوع من الحده، هل انت هتتقبل ده ولا لا؟ احمد بيقول لا، هند بتقول لا، غيره بتقول لا، حسينه بتقول نعم، اذا هتتقبلي ده يا حسينه. فاطمه تقول لا اقبله. اسماء بتقول يعني ممكن مش كتير. زهرة البستان لا اتقبل. محمد بيقول ممكن. كوثر بتقول لا. منار بتقول لا. نور بتقول لا. ايه قالت على حسب الشخص. فهي هنا عملت حاله من الاستثناء، ان في اشخاص ممكن تتقبل ده وفي اشخاص لا تتقبل ده. اسلام بيقول لا. بدور بتقول مش من اي حد، برضه فكره ان انا هستثني اشخاص معينين. وابراهيم بيقول نعم هيتقبل ان هو يتعامل مع هذا الشخص. طيب اسال سؤال بصيغه ثانيه، ما هو رد الفعل، ما هو رد الفعل الشخصي ليك لو تعاملت مع شخص اكتشفت انه شخص محترم، شخص ملتزم، شخص جدير بالثقة، ماذا سيكون رد فعلك؟ مصطفى بيقول اثق فيه، تمام اثق فيه، تمام يا مصطفى. كونسل قالت انها ستحترم ويعني ستعجب بيه او بها. اسلام بيقول اثق فيه في كل تعاملاته. فاطمه بتقول اسعد بالتواصل معه. احلام بتقول ساحترمه. اسماء ما سمعتش السؤال جيدا. المهم يا اسماء، ماذا ستفعلين لو قابلت شخص محترم بيعامل باحترام وبيعامل بادب؟ هيكون رد فعلك ايه؟ ما هو رد فعل بالنسبه لك لما تتعامل ما تقابلش شخصيه بهذا الشكل؟ منار بتقول ستتعامل باحترام. اجابه بتقول هقرب منه. بدور هنكسر وافهم سبب الغضب. دي اللغه الاول تاني خالص، يعني دي سبب اللغه العصبيه الاول. محمد بيتكلم ابتدي التواصل معاه، لسه هتواصل معاه. هند بتقول ردي اقابله بنفس المعامله. مشتاقة للجنة قالت اثق فيه. كان احمد بيقول اذا كان كلامه حق ساتقبله. ابراهيم بيقول اقدره واحترمه. حسيمه قالت الاحترام. اسماء قالت طبعا ساثق فيه يكون محل ثقه اكثر. ايه بتقول هتعامل معاه باحترام. جميل. ها حد عنده اضافه؟ احمد بيقول لا يهم الشخص وانما ما يقول. تمام ماشي يا احمد، دي وجهه نظر برضه. كوثر بتقول هي من السهل اتواصل مع شخص بهذا الشكل. تمام يا كوثر. طيب يعني احنا الغالبيه، تمام الغالبيه بتقول، بنتكلم في نقاط ثابته، في نقاط ثابته يا شباب اللي هي
على حسب فعل اللي قدامي بيكون رد الفعل. واخد شخص بيحترمني، شخص بيتعامل معايا بمنتهى الثقه، شخص بيتعامل بمنتهى الادب، اكيد هيبقى رد فعلي هو الاحترام، صح؟ يعني هناك فعل مني كان الشخص او لو انا اعتبرت ان ده هو الشخص اللي قال، وده رد الفعل. رد الفعل مقابل بشكل كبير جدا للفعل. فطبيعي انا لما بعمل هذا الشيء بيبقى رد الفعل موازن ده، لان اللي بيعمل عكس ده بيخسر. اللي بيعمل عكس ده يعني هقول الجدل، لو الناس كلها بتعمل الاحترام وانا بعمل هذا الاحترام بقله احترام، هل المجتمع هيتقبلني؟ اعتقد كله بيقول لا، يعني بيقول لا، حسينه لا، هند لا، كوثر لا، عبد الرحمن، غاده، ايه، كله بيقول لا. جميل. نفس الكلام لو انا هعكس بقى الايه تماما، هعكس الايه تماما. انا لو انا عايش في مجتمع، انا شايف ان هو مجتمع غير جدير بالاحترام او غير جدير بالثقافه، سواء بيئه عمل او بيئه مجتمع انا متعايش معاه، لقيت ان هذا المجتمع بيتعامل معايا بشيء من السخريه او شيء من عدم الاحترام، هل انا هقدر اتواصل مع هذا المجتمع؟ هل اقدر اكمل مع هذا المجتمع؟ هل هقدر تمام. اسماء بتقول لا، تمام. يونس بيقول فايند اواي، انا هجيب طريق، مش عارف طريق ان انت تتواصل معاهم يا يونس، ولا يعني هتقول ان انت هتسيبهم وتدور لك على مكان تاني. تجيب طريقه تانيه ان انا اتواصل مع الناس. وارد. اسماء بتقول يمكن سانعزل تماما، ممكن اسماء بتتكلم ان هي انها ممكن تنعزل تماما عن هذا المجتمع. هعيد السؤال تاني، لو انا بتعامل في مجتمع، هذا المجتمع ما بيعملنيش باحترام، هذا المجتمع مش واثق فيا، هذا المجتمع بيتعامل معايا في شيء من السخريه، هل ساتواصل مع هذا المجتمع نعم ام لا؟ حسينه بتقول اذا كان كنتم في مكان المفروض عليه في البقاء فكالعمل ساصبر واحاول اجد طريقه للتغيير المكان. هنا نظرية الإجبار، إن أنا لو اضطريت إن أنا أتواصل مع هذا المجتمع هتواصل. فاطمة بتقول في الغالب إن أكون مجبرين على التعامل معه، نعم. إبراهيم بيقول وأكون هدوء في التعامل، يكون في هدوء في التعامل، ماشي. نور بتقول تواصلي معاهم يكون صعب جدا، لأن لا أتقبل هكذا ناس، تمام. لو أنا مجبر مش هقدر أعيش لوحدي، تمام. ده كلام كوثر. غير ده هتعامل ولكن بحذر. مرة بتقول عن راجع المجتمع، اتعامل معاهم، احمد بيقول اتعامل معاهم ولكن لا اسمع لكلامهم، تمام. هند بتقول مضطر تتكيف مع هذا المجتمع، حوالي المجتمع منار. مشتاقة للجنة بتقول ان هي ساصبر واحاول التغيير. اسماء بتقول احاول اعمل اي شيء يعالج الموضوع ولو فشلت، فللاسف ما بقدر اكمل. هيك يعني شو ما تكمل مجتمع ما قد يكيد مجتمع، وراح احاول ابعد عن هذا المجتمع الا لو كنت مضطره اني اضل فيه، يعني ما تفضل فيه، تمام. يعني بنتكلم كلنا اننا يا اما مش هتعامل مع هذا المجتمع، يا اما انا هحاول ان انا اوجد طريقه للتواصل، ده اراء بعض الناس، يا اما ان انا حبعد خالص ومليش دعوه بهذا المجتمع. يمكن احد بياكد ان هو لن يستطيع دعوة الناس، لا اكيد يعني. يونس بيقول ان هو هيحاول، لو ما فيش خالص لا خلاص يبقى انا هقفل الموضوع. طيب ايه اشكال ردود افعالنا؟ ايه اشكال ردود افعالنا؟ انت لما في حد بيخاطبك في شكلين من ردود الفعل، صح؟ يعني كل واحد كده لما يتعرض لموقف، لو سألنا السؤال دوت، لو انت تعرضت لموقف محرج بيكون رد فعلك ايه؟ هند بتقول انها بتغضب، نوران بتملاح الشهر، تمام. ايه ردود الافعال لما تحط في موقف محرج، حد احرجني، حد اتكلم معايا كده مش كويسه، رد فعلي ساعتها بيبقى ايه؟ ببرد وبحاول تدارك الموقف. حسينة بتقول بيحمر وجهي واسكت. محمد بيقول ان هو بيصمت والكسوف بيتكسر. نوران الصمت. بس انا بتقول بسكت خالص. منار بتقول بتحاول ان اتلاشى الموقف.
بيحس بحرارة في الجسد، تمام. أخيرا كده بتحاول إنها تعدي الموقف. بشرى بتقول الصمت غالبا، أسماء أصمت، زهرة البستان بتقول هكون في قمة الإحراج، يونس بيقول إن هو يغير الموضوع ويحاول إن هو يخليه يعني فاني يعني مبهج، عبد الرحمن بيقول ساعات بغضب وساعات بيحمر وشي، مش طاقة بتقول الصمت، أوصل هتتجاهل، أمين أو أمينة مش عارف مظبوط ولا لا، أصمت، إسلام بيقول إن هو يحاول إن هو يغير الموضوع بحيث إن محدش ياخد باله، تمام. عائشة بتقول هي تعبانة على نفسها في لحظتها في موقف في مواجهة أو موقف، تمام. من إدراكه واضح إن هو في طريقتين، يا إما إن أنا بغضب إن أنا بنفعل بيبقى في سلوك في كلام يبقى في رد فعل شفهي زي الراجل ده، شايفين الراجل ده بيعمل إيه؟ ده كان ساعتها بيطالب من حاجة لمراته، كان طالب إنها تحضر له الأكل، طلب الطلب ثلاث مرات، كل ولا حضر لي الأكل وما بتردش عليه، تاني مرة بيقول لها حضر لي الأكل ما بتردش عليه، تالت مرة بيقول لها حضر لي الأكل ما ردتش عليه، جاب المايك ده وقال لها حضري لي الأكل، تمام؟ ماشي اوكي. فده كان رد فعل شبه اللي هو ايه ده، يعني اللي هو جاب لها المايك عشان تسمع يا حاج اسمعي بقى، وده كان رد فعلها كلام ده فاهم جدا ممكن يعمل كده، اوكي. فهي النظريه ان في اولاد بيبقى ليهم رد فعل، وهو بيبقى رد فعل شبه ايه، تمام. وممكن تكون عباره عن كلمات عبارات ممكن تكون مفصله، يعني انا اجاوب ده اجابه طويله وعريضه او بسيطه اللي هو نعم ام لا، يعني انا اللي هو رد مستقرح، يعني انا ايه حد يسالني سؤال فاقول له اه او لا، زعلان اه زعلان لا، يعني اللي هو رد مقتضى، اوكي. فده يعني بيوريكوا ان في ردود افعال الراجل كان ليه رد فعل معين اتجاه مراته، وهي اشبهها بهذا الشكل لما لقيته، يعني هي يعني مش واخده بالها، يعني مش مركزه، يعني مش مشغوله، فهو استخدم الطريقه دي علشان يبقى في رد فعل. في رد فعل تاني اللي انتوا اتكلمتوا ومعظمكم اتكلم فيه اللي هو رد الفعل الغير لفظي. رد الفعل اللي غير لفظي ممكن يكون شكل اشاره، ان انا يعني اشاور امتعاض، او لو انا مبسوط اشاور اشاره سعاده زي الشباب دول اللي هم بيرفعوا ان هم اوكي تمام مبسوطين فرحانين، فده رد فعل. دي بنسميها لغه الجسد، بناء باليد او تعبير بالاستجواب او ببساطه الصمت. يعني في ناس قال ايه الصمت، الصمت في حد ذاته يا شباب هي لغه، ولكن هي لغه جسد، كونك ان انت صمت فهو رد فعل، ولكن هو رد فعل غير لفظي. فعشان كده الصمت له قوه لو استخدم بطريقه جيده، تقدر من هذا الشكل ان انت تحدد طبيعه الشخص اللي قدامك بيفكر ازاي وبيتواصل ازاي وبيتعامل ازاي، تمام. يمكن احنا بنقول ان في بسم الله ان الصمت له حكمه، ده اكيد الصمت له حكمه بالغه ودليله في نفس الوقت. كوكب بيقول امرأة مت على صامتة كل الوقت، ده خطأ، لأن ده بنسميه حالة من بيسموها إيه؟ حالة من الانطوائية القبيحة، يعني إن هو أنا مصاب ما بيتكلمش ما بحاولش، فبيبقى في مشكلة بشكل كبير جدا. أفضل لغة بتتكلم عليها بدون مش عارف إيه، أفضل لغة هل لغة الحوار نفسها هي الهدوء، ولا قصدك اللي هي اللغة اللي هي الصامتة؟ تمام، هي قصدها عن الصمت. مصطفى بيتكلم عن الملء محبوب تحت لساني، ده حديث شريف مظبوط طبعا يا مصطفى. وبالتالي هنلاقي إن في أشكال كبيرة جدا. نور بتقول في الغالب أميل للصمت لأني لا أحب أن أجرح الناس
او ارد عليهم بالمثل اذا كان اسلوبهم غليظ فهو هل هذا صحيح ام لا؟ لو كان الصمت يا نور ان انت دائما بتصمتي فده في الغالب لو انت دي طريقه بتسميها دائما فدي هتبقى مشكله انها بتحملك اكتر من طاقتك. لكن لو كانت في مواقف معينه مع اشخاص معينين اللي هو لو انت كان رد فعلك كان رد فعل عنيف او رد فعل هيسيء اليكي او رد فعل هينقص من قدرك فهذه الحاله تبقى في مشكله. فعشان كده الصمت قد تكون رساله جيده مع اشخاص معينين او في موقف معين. لكن ما ينفعش نقدر صامت على طول الخط. ما يعني لكن ليس بالكم ده صح لا ليس احكم صح كده يا احمد لو ان انا ما اكونش صامت دائما لا ان انا ارد ويبقى ليا رد فعلي واشغل عقلي عشان يبقى رد فعلي مطلوب. ده اعتقد انا كده قلت السؤال بتاع محمد وبتاع نور يمكن عائشه بتعلق بتقول ان ساعات الصمت ليكون اكبر بركان للطرف الاخر واوقات بيبقى طريقه من طرق الاستفزاز يا عائشه. على غير كده الصمت احيانا كثير يكون رد فعل قوي. ده طبعا على حسب الشخص اللي احنا بنتعامل معاه يا غيره. الصمت لا حدود بالتاكيد يعني ده اللي احنا اكدنا عليه انا صمت ما ينفعش انا افضل صامت تجاه افعال الاخرين. اسمى بتقول احيانا اصمت واكون بداخلي طاقه غليان فهذه ضعيفه. وعشان كده احنا ما ينفعش ان انا الصمت لان انا مش قادر يبقى في رد فعل. او ان انا يسمى الصمت كطرق من طرق الكبت. في هذه الحاله ده اكبر خطا، ما ينفعش ان الواحد يكبت نفسه لان ده هيجي على اعصابه وهيجي على طريقته في التعامل مع الناس. حسينه بتقول اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد عليك او تمرد. مصطفى بيقول هناك وقت للصمت وهناك وقت للكلام، مظبوط طبعا. ده شيء مهم جدا، ازاي امتى تتكلم وامتى تصمت. ده كلام رائع جدا يا مصطفى. واحمد بيقول الصامت لا ينفع ان يكون تاجر، ده اكيد ما ينفعش ان الواحد يبقى عايز يبقى تاجر او بياع شاطر وهو ما يقدرش هو دايما صامت. بس انا مش بتكلم في التجاره لكن احنا بنتكلم على طريقه التواصل نفسها. طيب لو احنا بقى في ردود افعال احنا اتفقنا احنا يا اما رد الفعل بتاعنا بيبقى شفهي بالكلام يا اما يكون هذا رد الفعل هو رد فعل غير شفهي ان هو بلغه جسدنا ايماء حركه ايد صمت ونظره العين كلها ردود افعال. طيب ده شيء كويس. طبعا الشخص الذكي هو اللي يعرف يميل استخدام ردود افعال. ولكن هيكلم في الاعم ان مش كل الناس عندها القدره انها تتحكم في ردود الافعال، صح ولا غلط؟ يعني محمد بيقول انا بلجا لصمت خوف من رد فعل الشخص الذي امامي ممكن يعجبه ام لا. تمام؟ مظبوط يا محمد. علشان كده بقول ان انا وانا بتكلم ممكن وانا بنفعل اقول كلام، صح؟ قد يفهم كلامي خطا. قد يفهم كلامي خطا. ده لا يمكن احمد بيسال هل ده اداه انفعال؟ يعني اكيد يا احمد. عشان كده بقول ايه؟ انا لما بتكلم ممكن اكون بتكلم بانفعال، ممكن اكون بتكلم بصوت عالي، ممكن اتكلم علشان اوصل رساله، فممكن اخطا في الكلام. ممكن اخطا في الاسلوب، ممكن اللي قدامي اصلا ما يفهمش انا اقول ايه، يعني ممكن اقول بطريقه ما تبقاش واضحه ومفهومه. من هنا نحتاج ما يطلق عليه البارافريزنج. يعني ايه بارافريزنج؟ يعني اعاده صياغه الكلام. انا قلت كلام فلقيت يمكن اعاده صياغه او ريفورميوليت ده اعاده هيكله او اعاده صياغه الكوثر. مظبوط يا كوثر. اعاده الصياغه هتيجي ازاي؟ ان في فعل حدث. تمام؟ يمكن بس انت تقول طيب ايه احسن رد فعل يكون احسن من الصمت؟ وده اللي احنا بنتكلم عليه بس يا سند ان احنا ازاي ان انا اقدر اتكلم بطريقه اقدر اخد اعتباري زي ما بتقول ان انا ممكن بالطريقه دي اضيع حقوقي بسبب
الصياغه ان انا اقول طريقه اتكلم بطريقه معينه تبقى خاطئه وتحصل عليا، وبالتالي مش هوصل للي انا عايزه. او حتى لو انا بخاطب اي حد، يعني لو انا بتكلم انا بخاطب الناس عادي بالموضوع عادي وقد افهم خطا، فبالتالي لا، لازم يبقى في اعاده صياغه للكلام. لو لقيت ان الرساله اللي انا كنت عايز اقولها ما اتتش بالنتيجه المطلوبه. قاطر تقول ان احنا بنعيد بكلمات اخرى اللي احنا قلناها علشان نتاكد ان الناس فهمت او يعني توصلت او فهمت اللي احنا قصدنا عليه ايه. مظبوط طبعا يا قوس. يبقى انا لما بعيد صياغه شيء يا شباب، الاول بيبقى فيه فعل، حصل فعل معين، كان حدث، كلام، حوار دار، انا تلقيت الرساله ان الشخص ده زعلان مني او الشخص ده فهم كلامي غلط. انا دلوقتي بتكلم في الموضوع فلقيت ان رد الفعل او الفعل نفسه كان فعل يا شخص مش فاهم، يا شخص غضبان، يا شخص مستاء، يا شخص عنده حاله لبس. هنا انا قريت ده سواء بالكلام ان هو قال لي ان هو مش فاهم او قال لي ان هو زعق فيا او صار وكبر، فبتدي ان انا بعالج المشكله، بعالج الرساله اللي انا قلتها، وابتدي اغير اللغه، لغه الحوار اللي انا قلتها. يمكن انا قلتها بطريقه حاده فهو اعتقد ده تهديدي، اقولها بطريقه اخرى حاده. ممكن انا اسأت استخدام الكلمات فجرحته، او ان انا استخدمت طريقه او اسلوب ما كانش مظبوط او مش ملائم للموقف او للحدث، فبالتالي لازم اغير لغه الحوار اللي انا استخدمتها. ويمكن احنا نقول ان بيعتقد ان هو مشاكل بسبب سوء الفهم، وده كتير جدا يعني. علشان كده عشان اعالج بقى سوء الفهم لازم الاول اعالج هذا الخطا، وابتدي اغير لغه الحوار، وابتدي اقرر الرساله بصياغتي الجديده اللي انا قلتها، وابتدي اضمن ان المستمع فهم الرساله اللي انا قلتها. وده هيمكن الطرفين المستمع والمتكلم ان هم يوضحوا ويعززوا التفاهم ما بينهم. لان مشكلتنا يا شباب، واحد اسباب فشلنا في الحوار ان احنا ساعات بنقول كلمات بتبقى تضايق الشخص اللي قدامي او بتقفل الشخص اللي قدامي، فبيعلن بشكل علني او شكل خفي ان هو مش عايز يتواصل معايا. ومن هنا اكبر مشكله. وبالتالي انا لو اجت ان انا اعيد صياغه كلماتي، لو انا ادركت ان الشخص اللي قدامي ما فهمنيش، ادركت ان الشخص اللي قدامي اساء الفهم، ادركت ان الشخص اللي قدامي عنده مشكله معايا، فبعيد صياغه كلماتي عشان اوصل اللي انا عايز اقوله بطريقه اللي قدامي يفهمها ويحترمها، ويكون الرساله اللي انا كنت عايزها وصلت بشكل كامل. يعني زي ما قالت دي ان هو كان يمكن ما كانتش واضحه بشكل كبير الرساله اللي انا قلتها. تمام كفايه يا كوثر. طيب نشر تقول طب ممكن حضرتك تتكلم على النقطه اللي بنتكلم عليها علشان انا لسه داخله. احنا دلوقتي يا نشر احنا بنتكلم على ان انا لو بتعامل مع شخص وقلت جمله، هذه الجمله فهمت غلط، فانا ازاي اتدارك هذا الموقف؟ ازاي ان انا اتعامل معاه بشكل جيد؟ قلنا ان انا لازم اعيد الصياغه، اعود الصياغه واسال اللي قدامي هل يوصل له انا قصدي عليه ولا لا؟ وده الاهم، لان انا زي ما كده ان هو فهمني غلط او قراره كان خطا او الاسلوب كان غلط او الصياغه كان خطا، فانا لازم اعيد الصياغه عشان اوصل الرساله اللي انا عايزها. اوكي؟ كان انس بيقول كيف لغه الحوار؟ احنا قلنا انس ان احنا ان انا اعيد اداره الحوار. انا ممكن اكون لغه الحوار بتاعتي كانت عصبيه، فانا لازم اخليها اكثر هدوءا، ان انا بدل ما هي كانت برتم سريع ان انا ابطئها، لكن الاهم ان الرساله توصل بشكل جيد. فؤاد بيقول دكتور هو هي ترتيب الافكار بس بتمام؟ مظبوط طبعا يا فؤاد، مفيش استمرار، مفيش امتحان عموما يا فؤاد. امين نتواصل مع المخاطب على حسب طريقه تفكيره. بالظبط يا امين، لان خطا
اخاطبوا الناس على قدر عقولي، ما ينفعش انا اخاطب شخص بلغه وهو ما يفهمش انا قصدي ايه. ده الهدف من اي تواصل في الدنيا يا شباب، ان انا لما اقول رساله لازم اللي قدامي يفهمها، مش مجرد ان اقول كلام وخلاص. لان لو انا بقول اي كلام وخلاص في ناس هتفهم وفي ناس مش هتفهم، فده اكبر خطر. علشان بقى اعيد الصياغه، ايه العناصر اللي انا محتاجها؟ اول حاجه الموضوع. احنا متفقين، انا دلوقتي بتكلم في موضوع، بتكلم في معلومات التواصل، واستخدمت ولنفرض ان انا استخدمت ده كان موضوع مهم معرض التواصل، ولقيت ان كل الناس اللي معايا مش فاهمه انا بقول ايه، تمام؟ فهنا لازم ان انا اغير الكلمات اللي انا استخدمتها. اوكي، كان فؤاد بيسال ده سؤال، دكتور انا برائي وبريء اعتقد يعني كده، ودائما سلام مع شخص للتواصل، اول شيء استمع وافهم وبعدين احكي. برافو طبعا يا فؤاد، طبعا دي طريقه جيده جدا ان افهم الشخص اللي قدامي ايه عشان اقدر ان انا اعرف ايه الكلام او ايه اللغه اللي انا بتكلم فيها. بعدك هتكلم بطريقه ثانيه حتى في طريقه الكلمات. مظبوط، هي طريقه جيده طبعا للتواصل الايجابي يا فؤاد، وده اللي احنا يهمنا، ان يبقى التواصل ما بيني وبين الناس هو تواصل ايجابي، مش مجرد تواصل التواصل. وهرجع تاني، في فرق يا شباب ما بين كلمه تواصل وفي فرق وكلمه جدال. التواصل اللي احنا الاثنين متفقين ان احنا لغه حوار مشتركه في اخذ وعطاء، احنا الاثنين عايزين نوصل للغه واحده لخطاب متفاهم، فده اسمه حوار. لكن الجدال ان كل واحد قافل ودانه ما بيسمعش طرف الاخر، ومن هنا يبقى فيه مشكله كبيره جدا. وبالتالي هتبقى مشكله كبيره جدا. يعني هو بقى ده هو مخاطب الجامعه بقصاها فينا يا فؤاد. لو سمحت هو الكورس كام سيجن؟ تاني بس انت احنا الكورس هو اربع محاضرات، دي المحاضره الثالثه، في محاضرتين قبل كده هتلاقيهم موجودين على الجروب بتاعنا على الفيسبوك لو حابب ان انت ترجع لهم. وان شاء الله المحاضره الرابعه هي المحاضره اللي جايه باذن الله، اخر محاضره باذن الله في هذا الكورس. اتفضل يا فؤاد. فؤاد عنده سؤال. الشخص السلبي، ماله الشخص السلبي يا فؤاد؟ هل له طريقه بالتعامل؟ هنقولها يا فؤاد النهارده، ما تقلقش. ازاي اتعامل مع الشخص السلبي، وازاي ان انا اوجهه، وازاي ان انا اتعامل معاه بشكل بطريقه جيده. ده ان شاء الله هنتكلم في محور حصتنا النهارده باذن الله. يبقى اول حاجه الموضوع نفسه، انا بتكلم في موضوع فبغير الكلمات اللي انا استخدمتها، لان طالما الرساله ما وصلتش تمام هنتناقش شويه فؤاد لا تقلق، واكيد هنطلب مني جدا. هرجع تاني، يبقى المستمع هغير ان انا اغير الكلمات الاول، وبالتالي هنقدر استخدم المضافات علشان ان انا اوصل الرساله. اتاكد ان المعنى وصل، المعنى اللي انا كنت قصده، وبالتالي بقرر المعنى اكثر من مره واتاكد ان انا الرساله وصلت. هو ده الاهم. انا اغير نبره الصوت، وارد يا حسينه، ممكن انا بتكلم بصوت غتيل قوي، وبالتالي اللي قدامي فصل او سرح او نسي انا بتكلم في ايه، وبالتالي ممكن تغيير نبره الصوت، وده احنا اتكلمنا عليه في المحاضره الاولى، ان انا اتكلم بنبره صوت مختلفه، ده بيشد الانتباه، وبالتالي هيوصل المعنى بشكل جيد جدا. كده تقول عندما نقل القدره على الحوار من خلال الاقناع والاسباب الموضحه للراي، نجد اغلبنا من الجدال بالصوت العالي من على صوته قلت حجته. مظبوط يا عائله، احنا بنتكلم في الجدال، لان الجدال لا طائل منه، وعمرك بالجدال ما توصل رساله، وعمرك بالجدال هتنجح في ان انت توصل المعنى من رسالتك. غاده بتقول ممكن اسال سؤال في النص وضح لي انه في النص، يعني وضح لي اللي قدامي فاهم كلامي صح ولا لا. طبعا يعني دي طريقه جيده ان انا وانا بتكلم مع حد اساله، ممكن اساله انت يعني اللي انا قلته وصل لك، او ايه اللي وصل لك من كلامي؟
فدي طريقه غير غير ان انا اسال اللي قدامي هل المعنى اللي انا قصده وصل له ولا لا. تمام، مميره بتتكلم على التعامل بايجابيه لكي اتجنب الطاقه السلبيه، هي عاوزاها طبعا التعامل مع الشخص السلبي. بس عندي بتقول طبعا ممكن في الاول يكون رد فعلي وحش مع ما يخليش اللي قدامي يرجع يسمعني تاني، ساعتها اعمل ايه علشان كده؟ تمام، منار ما تحاول احس نفسي عشان يسمعني بعد كده. اكيد يا منار، بص يا منار، ممكن الواحد يقدم المبادره في البدايه ان الناس تاخد عنه انطباع ان هو شخص عصبي وانفعالي و و و، فالصح فالصح ان انا اختار كلامي والفاظي. وصدقيني لو الناس عرفت ان انت بتتكلمي بطريقه مختلفه الناس هتسمعك، وهو ده الصح ان انا استخدم طريقه جيده. ده رد على سؤال جسانت وسؤال منار. تمام، يبقى احنا يبقى الموضوع اختيار تغيير الكلمات عشان اوصل الرساله. تمام، المعنى للنقطه العاطفه، العاطفه ان انا استخدم درجه من العاطفه علشان اللي قدامي، يعني ما ينفعش اتكلم في موضوع مفرح وان انا بتكلم او اشارات وجهي وطريقه الكلام ان انا بتكلم بطريقه حزينه، ولا العكس، ما ينفعش انا جاي اشجع الناس واحمسهم واتكلم بطريقه روتينيه رتيبه، وبالتالي ده اكثر المشاكل. انا لازم استخدم العاطفه اللي تتماشى مع الموضوع، العاطفه اللي تتماشى مع الموضوع. يعني لو انا بتكلم في موضوع حماسي لازم اتكلم بحماس، لو انا بتكلم في موضوع حزين لازم اتكلم بحزن، لو انا بتكلم بطريقه موضوع فيه درجه من الخلافات فلازم ان انا اوضح وجهات النظر بشكل متكامل، وبالتالي العاطفه لازم تكون موجوده بشكل قوي جدا جدا جدا. هي بتقول لو وجدوا عندنا ما يحس ودوام مع انصاته، انا ده اكيد طبعا يعني. محمد بيقول لغه الجسد مع مخارج الحروف، ده اكيد يا محمد، وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في المحاضره الاولى، ان انا لما بتعامل مع الناس انا بستخدم اللغه نفسها ومخارج الفاظي لازم تكون واضحه عشان توصل الرساله بشكل جيد، وفي نفس الوقت بستخدم لغه الجسد الملائمه للموضوع. ما ينفعش انا بكون بتكلم عن موضوع فيه حماس ونشاط وانا كاتب في ايدي، فده كده بيقتل الرساله بشكل كبير جدا. اميره بتقول لكل مقام المقال، ده اكيد يا اميره بالظبط، يا مين كلغه الجسد فعلا. هبه بتقول العاطفه تجعل المستمع يتاثر اكثر وقد تكون سببا في تصديق الكلام. مظبوط يا بنت، ده اللي انا قصدي عليه، ان طالما انا عندي العاطفه مصاحبه للكلام اللي انا بقوله ومصاحبه لحركه الجسد بتاعتي، ده بيؤكد الفكره اللي انا بقوله، وده اللي بيؤكد المفهوم اللي انا بقوله والمعنى اللي انا بقوله، وبالتالي ده بيوصلنا بشكل كبير جدا. احمد هناك بعض الناس انا اتكلم معاهم طريقه كلامهم تشعرني بانه صح يا احمد، لاقي حد بيتكلم معاك بهدوء قوي يقول لك النهارده يا شباب هنتكلم عن مهارات التواصل، ومهارات التواصل من اكثر المناطق المهمه في الحوار. خمس دقايق هتنام، مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تتعامل معاه، وبالتالي هيبقى عندهم تلاقي ناس بتنام، الناس انفصلت الناس، فبالتالي دي مشكله، يعني دي مشكله كبيره جدا ويجب ان الواحد يتجنبها بشكل كبير جدا. تمام، كوثر دي مش مهارات تواصل اساسا، مظبوط كده. كوثر هديه بتقول لانه بيتكلم بطريقه روتينيه مش مناسبه للموضوع، يعني امتى تنام صح؟ كله دكتور التغذيه الراجعه ما تفضل للكبار، مش فاهم قصدك يا فؤاد، توضحها. ما تفضل للكبار، ما تفضلش للكبار، لا هنقولها دلوقتي، هنقولها دلوقتي، يعني ايه تغذيه راجعه يا فؤاد؟ هنا بيقول لك في دكتور في الكليه كان محاضرته للنوم فقط، بالظبط. تمام ماشي يا احمد، تقويم ولذيذه، تمام، بنسمع ونرد لكلام ونقاش معاه بطريقه
إيجابية. تمام. أنا بقول العقول الصغيرة تناقش أشخاص، والعقول المتوسطة تناقش مواقف، والعقول الكبيرة تناقش أفكار. حلو الجملة دي جدا يا أستاذ. طيب هناخد بقى بريك، بريك للصلاة، تمام، صلاة العشاء للقاهرة واللي بره القاهرة، يعني اللي يصلي بقى صلاة بقى سواء المغرب أو كده، تمام. برضك للشباب اللي ما حضروش المحاضرة الأولى ولا المحاضرة الثانية، المحاضرات كلها موجودة على الجروب بتاعنا على الفيسبوك يا شباب، ده الجروب الخاص بيا، اللي حابب إن هو يرجع تاني للمادة العلمية. تمام، اللهم تقبل يا محمد. فديت ان شاء الله ده الجروب بتاعنا يا شباب، وده الاكونت الشخصي بتاعي اللي حابب ان هو يتواصل، او في نقطه مش مفهومه في الكلام، او عنده اي استفسار او تساؤل، طبعا هبقى سعيد جدا بالتواصل معاك. هديه تقول هناك بعض اليات التواصل لابد من توفرها في اي متحدث سابق، ده اكيد جنبيه، وده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان انا لما بتكلم لازم ان انا بستخدم نبره صوت محدده، بستخدم رتم صوت محدد، صوتي نفسه كحجم صوت لازم يكون واضح وصريح عشان توصل الرساله. فده احنا اتكلمنا فيه عن اكل يعني كان المحاضره بتاعتنا. يبقى احنا اتكلمنا النهارده باول موضوع، اتكلمنا على ردود الافعال ومراحل انواعها، في منها الشفوي وفي منها الغير شفوي. وقلنا ان احنا لازم لو انا بقدم رساله وهذه رساله خاطئه، لازم بشكل كبير جدا 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 ان انا ده انا كده اعيد صياغه كلامي، بوصل لمرحله جيده جدا في الحوار، لان قلنا الهدف من التواصل هو ان يبقى فيه اخذ وعطاء، يبقى فيه نقاش، يبقى فيه حوار وليس الجدال. لو انا اهتميت فقط ان انا اقول اللي عايز اقوله وخلاص، اللي قدامي زي ما بيقولوا كده بالبلدي يبلع مش ما يفهمش اي حاجه، يبقى انا كده ماشي في الاتجاه الخطا. تمام كده؟ طيب. تاني نقطة هنتكلم فيها النهاردة هو تقديم التغذية الرادعة أو رد الفعل. فيدباك. إحنا قلنا كده. زي ما إحنا اتكلمنا واتناقشنا وبقول للشباب اللي ما حضرتش معانا الجزء الأول، إن أنا لما بتعرض لموقف بتعرض التغذية الرادعة هي الفيدباك، يعني ده بالإنجلش معناها الفيدباك، او باللغه البسيطه هو رد الفعل يا منار. ففيدباك يعني رد فعل، يعني التغذيه الراجعه. تمام كده؟ الثلاث مسميات بتوعها. طيب قلنا انا لو لما بنتعرض لمواقف، يا اما الواحد فينا بيتعرض لمشاكل وحوارات، وممكن زي ما قلت كده ايه، يبقى في يوم صعب، بيبقى في مشاكل، في خناقات، لكن في ناس مهما اتحطت في مشاكل، في مصاعب، بتواجه عقبات في حياتها، دايما بيبقى في رد فعل ايجابي. زي البنوته الصغيره دي، تمام؟ يعني كانت بتقول لي بنتي ايجابيه، تمام؟ لارسين بيقول بتقول او بيقول لا نسيت معرفش او بتقول صح، لو كده انا لو فاكر صح، يبقى في بداء ولد، لارسين ولد؟ مظبوط كده يا لارسين، معلش يا لارسين تيجي معاك غلط. تمام؟ يبقى رد الفعل ايجابي. فالبرمودا دي برمودا ايجابيه. وبالتالي ده بيؤكد انها بتعزز، لما يكون رد فعلي ايجابي ده بيعزز السلوك الايجابي. انا لو بعرض مواقف، لو انا رد فعلي سلبي، ده هيأكد سلوك كامل سلبي. زي ما قلنا كده، انا مثلا حطيت بدلا ان انا خلصت الكليه ورايح اقدم على شغل، في واحد متخيل ان هو اول ما هيقدم في اول شركه هيتقبل، صح؟ واول ما يترفض يبتدي يحبط، يقدم على شركه ثانيه يحبط، ثالثه ما تقبلوش فيحبط. في شخص من كتر الاحباط يبقى قاعد في البيت وما يقدمش على اي وظيفه خالص، ويقول ان كده كده مفيش وظائف ومفيش شغل، وهي بطاله في بطاله، وبالتالي بياخد رد فعل سلبي.
وهذا رد الفعل السلبي يتحول إلى سلوك سلبي، يتحول إلى سلوك سلبي، وهنا خطورة كبيرة جدا. على عكس شخص تاني اللي مر بنفس المواقف، إن هو قدم على شركة اترفض، تاني شركة اترفض، تالت شركة اترفض، هنا بقى كان رد فعله عمل إيه؟ قال آه، هما ليه رفضوني؟ هل رفضوني علشان أنا عندي قدرات نقصاني؟ فمثلا اللي في الشغل محتاجين الانجليزي يكون احسن، فانا رايح اتعلم انجليزي، خد كورسات انجليزي، فطور الحته دي جواه، شايف عيوبه زي على راي محمد، فطور نفسه، فعمل انترفيو تاني، فقالوا لا انت برضك لسه عندك المظهر بتاعك مش لائق شويه، او هو شاف ان فعلا الله فيه مشكله، فبدا يغير في ده. لدرجة بعد كده جه على الانترفيو بعد كده اتقلب وترقى، فبالتالي ده رد الفعل اللي جاي. انما حتى لو تعرضت لموقف سلبي لازم يبقى فيه رد فعل ايجابي عشان اقدر اتجاوز الموقف، مش ان انا اقف وابقى سلبي على راي غابه ان فكره السلبيه ان هو خد الطريق الاسهل ان هو يقعد، تمام؟ وزي ما احمد بيقول انه يحسب ان السلاء تمطر الذهب والفضه، مظبوط يا احمد؟ فلا، لازم ان انا يبقى في رد فعل حقيقي، ان انا ازاي اظبط هذا الوضع عشان اوصل لحل اكيد. هدية بتقول حضرتك تقصد ان السلبيه تنتج اللامبالاه من كل شيء، اوقات اللامبالاه هي احد صور السلبيه هديه، لان اللامبالاه في مفهومها هو رد فعل سلبي عموما. بتقول فعل ايجابي يحاول من رغبه وغير من طريقته التي ادت به للرفض، مظبوط طبعا يا بدور. اذا مشروع فاشل بفريقه ايه نسوي؟ طيب لو انت قصدك يا ايجي ان انا اساسا الناس اللي شغاله في المشروع ادت لفشله، فانا لازم ان احنا نعرف ايه اسباب الفشل، لان اي فشل ليه اسباب، زي ما اي نجاح في الدنيا ليه اسباب. على فكره ممكن تكون اسباب بسيطه جدا، ممكن تكون اسباب لها علاقه بطريقه التفكير نفسها او طريقه الاداره نفسها، او مثلا ان مفيش روح الفريق الواحد، يعني اللي هو ايه كل واحد بيشتغل بطريقه مختلفه عن الثاني، وبالتالي الناتج الكلي خطا. فهنا لا، لازم ان انا اقف واشوف وابقى ايجابي وابقى رد فعل ايجابي عشان اقدر احل المشكله. اسماء بتقول طيب لو في سبب ماله حل؟ ما فيش سبب في الدنيا يا اسماء ما فيهوش حل، ما فيش سبب في الدنيا الا لو هو سبب خارج نطاق سيطرتي. يعني في اسباب طبيعي تبقى خارج، اللي هو خارج قدراتي. اسباب ما اقدرش انا بقدراتي اللي ربنا مديها لي اقدر اعالجها. ففي هذه الحاله يبقى انا بلجأ للآخرين عشان يحلوا. طب الآخرين ما يقدروش يحلوا، يبقى هو خلاص، يبقى أنا بأجل هذا الموضوع إلى حين أن نجد له حل. لكن ما وقفش حياتي على هذا الموضوع. حمد بيتكلم على فكرة أن القوس بيرجع للخلف وينطلق، أن أنت علشان تتجاوز موقف أو تتجاوز مشكلة، أنت بترجع للخلف، اللي هي فكرة الاستعداد، فكرة أن أنت بتعرف إيه المشكلة فين، عشان تقدر تحلها وبالتالي تنطلق الى الامام. كونسل ان انا احاول ان انا احاول ازاي ان انا احاول بنفس الطريقه عشان اوصل للنتائج وبالتالي اوصل لو انا استخدمت نفس الطرق هوصل لنفس النتائج، وده طبعا قاعده اساسيه. يقول لك تعريف الغباء انك تمشي بنفس تستخدم نفس الخطوات وتتوقع نتائج مختلفه. مظبوط. يمكن ان الاتكال على واحد فريق مفقوده تماما يبقى ده هو ده السبب الرئيسي يا عيني، وبالتالي لازم نشتغل عليها، لازم الناس تتعلم يعني ايه روح فريق عشان تقدر تتحرك بشكل كبير جدا. يمكن اسماء بتتكلم على ان في ناس بتفرط في الشغل علشان الجنسيه بتاعتها، لا مفيش حاجه اسمها مفيهاش حل يا اسماء. يعني اولا يعني وطبعا بقى البلد اللي انت فيه في مشكله رفض للشغل، ده انا اعتقد ده هيبقى سبب مؤقت ولا عمره يكون سبب دائم، لان يعني ما اعتقدش طالما انت عندك الكفاءه والقدره باذن الله
هتطبطي علشان فقط ان انت ليكي جنسيه مختلفه عن البلد اللي انت فيه او كده. ممكن يكون وضع مؤقت، عشان كده قلت لك طالما الموضوع خارج سيطرتك خارج قدراتك فصدقيني ما توقفيش قوي على الحته دي. باذن الله باذن الله باذن الله ربنا هيفرجها علينا عنده، وربنا ان شاء الله، لا ان شاء الله هيكون مؤقت، انا متاكد 100% ان ده هيبقى وضع مؤقت باذن الله. وان بعد مما مع العسر يسرا، يعني تتذكري هذه الايه الكريمه ان مع العسر يسرا، فطالما ان هناك عسر فتاكدي باذن الله باذن الله ان هيجي بعديه اليسر باذن الله. تمام؟ طيب هذا لو كان السبب مش في ايدي اني اصلحه، ممكن اشوف حاجه ثانيه ممكن اقويها فيا فاكون متميز فيها وبالتالي يقلل من العيب اللي ما اقدرش اصلحه. مظبوط يا جدع، ده صح مليون في المية. كل شيء ليه حل اكيد، لكل صعب سهل، كلام جميل جدا يا شباب. طبعا علم ربنا كريم جدا اكثر مما نتصور بشكل كبير جدا. شفتوا ما شاء الله اللي عجبني في ردود افعالكم انها كلها ردود افعال ايجابيه، ما خدتوش بالكم ده؟ ايه اللي بتقول الله كريم؟ يعني ده رد فعل ايجابي. تمام؟ اسماء قالت ان شاء الله باذن الله. صح؟ أميرة قالت بكل صعب زهر. محمد قال كل حاجة وليها حل أكيد. شوفوا أنتوا ردود أفعالكم ردود أفعال إيجابية. الله يكرمك يا محمد. فده اللي إحنا عايزين نتعلمه يا شباب. إن إحنا علشان نوصل لما نريد يجب إن إحنا نتعلم ونطور ونجتهد. زي ما قلنا كده ان مع العسر يسر، ده ربنا اللي بيقول كده مش احنا اللي بنقول، فده حاجه من عند ربنا. بدون تقول اللي مش عارف يغير نفسه يستعين بالله وبالعلم طبعا والمتخصصين، ده اكيد ان ده ربنا بيقول لنا احنا نتوكل على الله ونتوقع على الله حق توكله. يعني ايه نتوقع على الله حق توكله؟ نعرف الاسباب عشان اقدر اعالج المشكله. طيب ازاي بقى؟ ازاي انا اوفر رد فعل ايجابي؟ على فكره احنا هنا بنعمل حاجات كويسه، ولكن مشكلتنا ان احنا ممكن ما نكملش الحاجه الكويسه، او ممكن ما نلاقيش اللي يشجعنا ان احنا نعمل الحاجه الكويسه. طيب لو انا افترضت ولقيت ان شخص ما تعرض لموقف او عمل فعل ايجابي، فلازم ايه اللي انا المفروض اعمله؟ تمام؟ كده اسماء بتتاكد برضك بلغه ايجابيه برضك ان الرقم اللي احنا قلناه الله تمر بها حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام طبعا. وده مثال جيد يا اسماء. حلو، انا عاجبني ان احنا لو دايما كده تبقى لغتنا لغه ايجابيه. ان حتى الواحد لو تعرض لعقبات، تعرض لمحن، تعرض لابتلاء من الله عز وجل، ما يتذكر دايما الشخص المبتلى هو الشخص الاكثر قربا من الله، دايما يقول لك كده اكثر الناس بلاء من الانبياء. اخي لو انت مبتلى بما عند الله فاحمد ربنا انك كده اكيد انت قريب من ربنا باذن الله. طيب هرجع تاني بقى لنفس النقطه، ان انا ازاي اوفر تغذيه مرتده ورد فعل ايجابي. اول حاجه لازم اصف السلوك الايجابي. يعني احنا مش اوقات نلاقي مثلا حد من اصحابنا بيعمل حاجه كويسه، مثلا شغال في عمل تطوعي يعني بيساعد الناس، في شباب تلاقي مثلا ايه بينظم المرور طالما ما فيش مثلا شرطة المرور موجود، او في لا قدر الله حادثه والعربيات دخلت بعض، فتلاقي شباب كده جدعان. انا دايما بقول دول هم دول شباب الجدع اللي هو بينزل يتحرك مكانه عشان يحرك المرور، علشان عارف ان في ممكن يكون في حد الدقيقة تفرق معاه. تمام؟ وبالتالي ده شيء كويس، فأنا إن أنا أصرف السلوك الإيجابي للشخص اللي عمله، فدي أول خطوة. تمام؟ الخطوة الثانية أشرح كيفية السلوك الإيجابي ده وإزاي أثر. فساعد الفرد إن هو يتقبل الائتمان أو الأمانة اللي هو خدها ديت. ولازم أشكره وأشجعه. طب ازاي بقى الكلام ده؟ خطوه خطوه. شخص عمل حاجه كويسه. على فكره يا شباب لو احنا اي حاجه كويسه احنا عملناها لقينا
اللي بيوصف لنا احنا عملنا ايه؟ هنستناه ده. لو احنا لقينا اللي بيقول لنا برافو انتوا عملتوا حاجه كويسه هنستمر ده. لكن اوقات علشان احنا ما بنلاقيش التشجيع او ما بنلاقيش اللي بيوصف لنا احنا عملنا ايه بالظبط، ده بيحقق لنا احساس ان احنا اللي عملناه ده عادي، او اللي احنا عملناه دوت ملوش قيمه، او اللي احنا عملناه دوت مش فارق قوي. تمام؟ فان انا اوصف سلوك الفرد بالتفصيل واشجعه على تكرار السلوك واقول انت عملت، على فكره انت عملت حاجه ممتازه في الموقف الفلاني في الوقت الفلاني، فده هذا الوصف، هذا الوصف هنا مش بس مدح يا اميره، هنا انا بوصف له حاجه هو فعلا عملها، حاجه فعلا عملها. ممكن اقعد امدحه ان انا بمدحه ان هو عمل ده، بس انا لما بوصف له انت تخيل يا راجل ان انت كنت السبب ان الفلان الفلان ده بقى احسن، ان انت تسببت من غير ما تقصد ان انت تنقذ حياه بني ادم، ان انت تسببت من غير ما تقصد ان انت تغير مسار حياه بني ادم بدل ما هو كان عاطل وشغال وعمال يجر رجليه من مكان لمكان، اتوجه صح فاصبح ان هو شخص فعال وعامل في شغله. فكونك انك تثق في شخص الحاجه الكويسه اللي هو بيعملها دي خطوه مهمه جدا جدا جدا، ولازم احنا نعملها مع الناس. الامتنان، مظبوط يا حسيمه، ان انا لازم ان انا انذر امتناني ووصفي لاي سلوك ايجابي بيحصل قدامي واوضحه، ويعني كهدف تقول ان انا لازم ان انا اعبر عن اعجابي عن اي حاجه ايجابيه بتتعمل. ده مظبوط، اي شخص يعمل حاجه كويسه، لو احنا كل شخص احنا بنقابله في اليوم عمل حاجه كويسه وانا شكرته عليها واقول له انت ربنا يجازيك خير على اللي انت عملته، ده هيبسطه وهيخليه يستمر في الشيء الايجابي اللي هو بيعمله. هيخليه يستمر في الشيء الايجابي اللي هو بيعمله. يعني لما انت تشوف الشخص اللي هو بيلم الزباله دوت وتشكره وتبتسم في وشه، مش تنفر منه كده وتبعد عنه، لا، هيبقى مبسوط، هيحس ان هو ليه قيمه، هيحس بالتشجيع، هيحس بالتقدير. وبالتالي هو ده اللي احنا بندور عليه يا شباب، ان احنا نصرف هذا السلوك الايجابي علشان نحافظ عليه. تمام؟ نذكر الجانب الايجابي من موقف العمل، مظبوط يا غاده؟ تمام؟ غاده بتقول ممكن يكون عملها من غير ما ياخد باله من الايجابيه اللي هو اللي فيها، وبالتالي فعلا ان انا اوضحها له واقول له انها فرقت قد ايه. والتحفيز ده فعلا يبقى تحفيز معنوي بشكل كبير جدا فعلا يا محمد، وهيبقى تشجيع زي ما تقول قوصر، فده اللي احنا محتاجينه، ده وده اللي احنا مفتقدينه. اللي بتقول لما نعبر عن ادابنا وسقطت مع ذلك مصد لما نعبر عن ادابنا وسقطت مع ذلك مصد مره قرار فريق. هنا لا، مشكله الروح الفريق او العمل الجماعي، لان ممكن كل واحد يعتقد ان الشكر موجه لشخصه هو وليس للفريق ككل، فده ممكن يكون احد الاسباب. ارجع تاني ان احنا نشوف ايه المشكله ونحلها، لو المشكله في واحد فريق يبقى لازم الناس دي تتعود انها ازاي تشتغل كتيم. لو سين بيقول تكاد مقارنة النفس مع الاخر، ده اكيد، ودي يعني النفس اللوامه والنفس المقارنه ان انا افضل اقارن نفسي بالاخر، دي مشكله هتبقى كبيره جدا، فلازم ان انا اتوقف تماما ان انا اقارن نفسي بنفسي بالاخر. قارن نفسك انت كنت ايه وبقيت ايه وهكذا ايه، هو ده المعيار الصح. لكن ما ينفعش تقارن نفسك بشخص لا هو ظروفه زي ظروفك، لا هو مستواه الفكري زي مستواه، لا هو مستواه الاجتماعي زي مستواه، لا هو عنده نفس الظروف اللي انت بتعاني منها. وبالتالي اكبر ظلم للانسان هو يقارن نفسه بالاخر. كده بتقول الدكتور لو سمحت حد، لو ساعدت حد جدا وعملت له حاجات المفروض ان هو يعملها ولكن رد فعله هو زياده في التواكل، عليا اعمل ايه خاصه لما بناقشه بتهمني اني خايفه على الفلوس؟ لا، هنا يا هبه احنا لازم نضع حد، هي فكره في فرق ان انا اساعد حد عشان يتحرك وان انا ببقى الاعتماد او المصدر للشخص ده، ودي اكبر خطا.
لازم يبقى عندي برضك صرامه وحزم في العلاقات. ان انا اساعد ده صح، لكن انا اعمل الحاجه من الشخص افضل ازق ازق ازقه على راي الاميه ده اسمه استغلال، فلا ده مرفوض تماما. تخفيف الحمل لو احنا بنتكلم في علاقه زواج علاقه ارتباط ماشي وارد، ولكن ما يبقاش بفكره اللي هو يبقى شيء دائم او شيء مفروغ منه، لا خطا. لكن لو احنا بنتكلم ان هي مشاركه، بنتكلم ان كل واحد بيساهم في جزء، فلازم يكون محدود مضبوط يا غابه. لو انتم متفقين والنتيجه للظروف الماديه ان كل واحد يشيل 50 في 50 ماشي، لكن هو لو امكانياته اكتر من 50 وبيشارك باقل من 50 دي مشكله، او امكانياته اكبر من 50 وبيشارك بال 50 برضك مشكله، لان كل انسان بيشارك على ما يقدر. تمام؟ اشرح كيفيه السلوك الايجابي، ان انا اشرح ازاي الشخص ده يراقب الصور الكبيره، يعني ايه يراقب الصور الكبيره؟ ان هو شخص معطاء، يتاخد عنه ان هو شخص خير، شخص جميل، شخص محترم. هي ايه الصور الكبيره؟ ان ده الانطباع اللي هتاخد عنه. طالما انت عملت هذا السلوك الايجابي وقررته بشكل ايجابي، هيتاخد عنك السلوك الايجابي بشكل كبير جدا. تمام؟ او يعني زيها اللي قال هبه برضك يا هبه، طالما انتوا اتفقتوا على شيء وهو اخل بالاتفاق، يبقى دي مشكله كبيره جدا، وده اسمه تواكل، وده اسمه استغلال، وده مفروض مليون في المية. الحاله تقول لو بدا بيتواكل يبقى انسحب بالتدريج من المساعده. تمام، ممكن ده حل، ولكن انا شايف ان الحل يبقى ثراء. ده حاجه ده هنتكلم في كمان شويه فيه، اللي هو لو حد بيعمل حاجه غلط هعمل معاه ايه؟ تمام، ده هنتكلم عليه كمان شويه. طيب، اساعد الفرد ان هو يتقبل الاهتمام. ان انا اساعد الشخص الموظف او الزميل او الصديق او القريب، واعتبر مين الشخص ده؟ ان انا فاهم ان هو انا مقدر المساعده اللي هو بيعملها، وقابل رد الفعل الايجابي منهم، ومدرك بشكل كبير جدا اللي هم بيعملوه. كل ده هيعطي اعتبار الانسان ان هو له قيمه وله اهميه، وبالتالي هيستمر في اللي هو بيعمله. تمام؟ اكتشاف نقاط القوه وتطويرها. تمام يا نفسي، ده هنقولها دلوقتي لو انت قصدك على الشخص. طيب، تعالى بقى يبقى احنا كده اتكلمنا. لو حد عمل حاجه كويسه هتعلم معاه ازاي؟ ان انا اشجعه، ان انا اوصف له اعمل ايه، اقول له برافو عليك انت عملت كذا، انت على فكره لو انت استمرت ده الناس هتطلع عنك انطباع ان انت شخص الفلاني، لا احنا كده الشخص الخير، الشخص الكريم، الشخص المساعد، الشخص المعطاء، كلها مسميات. وبالتالي ده هيحفزه ان هو يستمر. امدح العمل اللي قام به، مظبوط كده يا هبه؟ فده بدايه جيده، وده شيء كويس جدا، ده اللي احنا بنتكلم فيه، الثناء، وان انا اخليه يستمر واشجعه ان هو يكمل على تم الاتفاق عليه. طب لو انا بقى بتعامل مع شخص بيعمل حاجه غلط، يعني زي ما هنا قال كده ان هي عندها موقف ما، متابعه مع شخص ما قريب ليها، ان هم هيبقى في هو عليه 50 وهي عليها 50 عشان كانت الماليه، وفجاه اصبح ان في طلاقه، واصبح ان في عمل خاطئ، او اي شخص قدامي بيعمل حاجه غلط. هل من الصح لو حد عمل حاجه غلط ازعق له واتخانق معاه واخش في مسابقات؟ اكيد لا، لان زي ما احنا كده هنخش في فكره الجدال. الجدال انت بتزعق لي، انت مش عاجبني انا ايه، خلاص طالما كده انت مش مبسوط مني مش هيفرق معايا اي حاجه. ومن هنا لازم يبقى عندي بقى رد الفعل البناء. فرد الفعل البناء انا بستخدمه عشان اشجع الاشخاص ان هم يغيروا السلوكيات السلبيه للافضل. انا عايز اغير بني ادم للافضل، فانا بستخدم معاه التغذيه الراجعه البناءه، او بنسميه الرد الفعل البناء. طب ازاي ده؟ اول حاجه عشان اقدم تغذيه راجعه بناءه او رد فعل بناء، لازم اقول اتعرف على سلوك المشكله.
هو ده ليه؟ هو انت ليه سلبي؟ هو انت ليه محبط؟ هو انت ليه ما بتعملش المطلوب منك؟ فلازم ان انا اتعرف على السلوك. هو المشكله دي ليه موجوده؟ ايه اسبابها؟ دي اول حاجه. تاني خطوه ان انا اشرح ازاي هذا السلوك هو مضر، سواء مضر على الشخص نفسه او مضر على الاخرين او دايره العلاقات اللي حواليه او مضر عليا انا كشخص بتعامل معاه. ثالث حاجه ان انا لازم اساعد الفرد ان هو يعترف بالمشكله، ودي من اهم النقاط، لان لو كل فرد فينا عرف ايه مشكلته واعترف بيها فهو ده اول خطوه من خطوات الحل. تمام؟ اول خطوه من خطوات الحل. هيحقد عليا؟ مين اللي هيحقد عليا يا اميرة؟ طيب اعترف بالمشكله، لازم احط اهداف مع الفرد. خلاص احنا هو اعترف ان في مشكله واحنا اتفقنا على المشكله، خلاص ابتدي بقى تحط اهداف عشان نحل المشكله ديت. بعد كده اراقب اداء هذا الفرد. خطوه تقول هو لو ادرك خطاه هو مش هيعمله كده تاني. مظبوط يا قف، اي بني ادم هيجرب بالخطا فده لازم يعني اكيد اي انسان طبيعي هيحاول يصلح حاجه. اميره بتقول انا نصحته وكلمته بخصوص السلوك بتاعه، وبعدين يعني ايه اللي حصل؟ هل هو اعترف؟ هل هو عرف خطوره السلوك بتاعه؟ هي دي الاسئله اللي احنا بندور عليها. حقد، يعني هو شخص حاقد. يعني ان هي هتحقد، هيحقد عليها لو هي عملت كده، يعني انا لو انا نصحت مش فاهم يعني انا حد يعمل حاجه غلط وانا بنصحه هيعتقد ان ده حقد؟ يبقى شخص مريض. يعني انا شايف ده مرض، يعني مرض سلوكي، يعني مش قصدي مرض حاجه، يعني بس هو ده مرض، ده شخص مريض. يعني انا شخص بيعمل شيء خاطئ وانا بنصحه، الطبيعي ان هو لو هو انسان واعي فبالتالي هيدرك ان في مشكله. طيب احنا كده هناخد الموضوع بالتفصيل، يعني احنا هناخد الموضوع بالتفصيل. تمام؟ مسلمة طيب لما يعترف هو عاجبه كده اعمل ايه ساعتها؟ هنتكلم دلوقتي في احترازية مسلمة. هناك المرضى المصريين كتير يا احمد، لا تقلق، انا دخلت كذا مستشفى نفسية وشفت نوم كتير يعني مش قليلين يعني. طيب الاول اول خطوة اتعرف على سلوك المشكلة. غيرها بتقول يعني جملة جميلة جدا، قالت غيرها الخطأ من الاسلوب في تقديم النقد، وده وارد طبعا يا يعني. صح يعني ده يعني تفسير جيد. التعامل معاهم صعب لو انت قصدك الناس اللي هي المرضى النفسيين. تمام يا احمد، الله يشفي كل الناس وربنا يهدي كل جميع يعني. طيب ناخد بس خطوه خطوه. اول خطوه ان انا اعرف اتعرف على سلوك المشكله. اول حاجه لازم استخدم امثله محدده لوصف السلوك، يعني لما انا بتكلم مع الشخص ده واعرفه ان هو عنده مشكله لازم اقول له انت عملت الموقف الفلاني وكان رد فعلك 1 2 3، فلازم اكون دقيق ومفصل في الوصف. ما ينفعش اقول لشخص ان هو اخطا اقول له انت غلطان. طيب وبعدين؟ يعني غلط في ايه؟ او انت غلطان كان كلمت غلط. هو غلط يعني وضح او وضحي بالظبط هو عمل ايه. فالدقه والتفصيل في الوصف بيخلي الشخص يستبعد هو عمل ايه بالظبط. لكن لما انا بدي حكم بطريقه اجماليه كل واحد يتقبلها بالشكل اللي هو عايزه. في واحد يتقبلها ان هي اهانه، في حد يتقبلها ان هو نقد، في حد يتقبلها ان هي اي كلام وخلاص. تمام؟ يمكن اسماء بتقول ان لازم تكون الصراحه، ده اكيد صراحه هند بترد عليها، فالصراحه ساعات بتزعق. لو الصراحه بطريقه مهذبه زي ما بقول انا بقول اسلوب دبلوماسي مظبوط، هتبقى ايجابيه.
فلازم اكون دقيق ومفصل في الوقت في الوصف بتاعي، وان انا اركز على التصرفات الشخص والسلوك. يعني انت مش هتكلم على النوايا، لان يعني كل واحد نواياه طيبه. بيقول لك الطريق الى جهنم مليء بالنوايا الطيبه، صح؟ فبالتالي انا مش هتكلم عن النوايا، ومش هينفع وانا بتناقش مع شخص يقول لي اصل كانت نيتي كذا. فمنتهى البساطه بقول له بس انت تصرفاتك كانت كذا، والناس بتتعامل معاك بناء على التصرفات وليس بناء على النوايا. فقول ان انا اوصل له هذه الرساله، ده شيء جيد. عشان كده وده يمكن هذا قالته، ان هي في طريقه ان انا بقول له المشكله ازاي. هل انا بقول له المشكله انت بخيل، ولا انت عصبي، ولا انت ما بتفهمش؟ الكلام اللي هو المقترب او الكلام الاجمالي ده اولا هيخلي اللي قدامي هياخد موقف دفاعي وهيدافع وهيقول انتوا مش فاهميني، او انتوا فهمتوني غلط، او. فلكن لما اقول له بمنتهى البساطه انت كنت عصبي في الموقف الفلاني، انك اولا صوتك عالي، وشك كان متضايق، الشخص اللي قدامك خد يعني وجهه نظر معارضه ليك، وهكذا. فابتدي ان انا اتكلم بهدوء بالراحه ان هو كان اخطا في الموقف بالشكل. اسماء بتقول اذا كانت تصرفات روحي بعدم تقبل كلامي ماذا افعل؟ حل علينا بقى فكره يا اسماء، فكره البارا فريزنج، اعاده الصياغه. انا اعيد صياغه كلماتي علشان هو يتقبلها. علشان زي ما احنا قلنا كده، اهم مش ان انا اقوله، الاهم ان المعنى والرساله اللي انا قصدي بيها توصل. لو هو بقى شخص مكابر، لو هو بقى شخص قافل على نفسه، يبقى ممكن ما اتكلمش معاه في هذه اللحظه في هذا الوقت، وتخيل الوقت المناسب ان انا اعرض فيه الكلام. هديه بتقول وهذا العبقريه في مواجهه المشكله او في عرض رايه في شخص ما. وهنا العبقريه ان انا مواجهه المشكله او عرض رايه في شخص ما. حسن يقول او ان انا اعطيه مثال عن شخص اخر يملك نفس الصيغه السيئه. دي طريقه برضه جيده ان انا يمكن في ناس بتعملها اللي هو ايه؟ مثلا يعني ده موقف مثلا كان في راجل كبير في السن جدا في مسجد وكان بيتوضا، بس هذا الرجل كان يعني ايه بيستخدم كميه مياه كبيره جدا وهو بيتوضا، يعني هو فاتح الحنفيه على الاخر تمام، وكان في شباب صغيرين شايفين ان الراجل ده بيهدر الماء، فكان فكروا ان هم يوجهوه. طبعا لو كانوا مثلا شباب صغير يجي راجل كبير يقولوا له يا حاج قال الميه، ده في اساءه. فعملوا ايه؟ واحد اتوضى على يمينه وواحد اتوضى على شماله، وكل واحد حاول ان هو يفتح عفايه بمقدار قليل. فالراجل الكبير لما خد باله ان الشباب الصغيرين عملوا كده، هو نفسه قام مقلل يعني موطي الحنفيه شويه. فدي طريقه من طريقه ان هو بيعرفوا انت ماشي غلط، بس من غير ما يذوق شعوره، من غير ما هم يعاملوه بطريقه فظه، لا عملوها بطريقه جيده تمام. انت النور بتاكد على القصه ان هو الامامين الحسن والحسين. مظبوط يا نور، ما شاء الله عليك تمام. فشفت القصه ماشيه ازاي؟ ان هو بقى فكره ان هم الشابين اللي هم احفاد رسول الله عليه الصلاه والسلام، مالوش احنا بقى احفاد الرسول وكلمتنا مسموعه، وان اي حد هيسمع كلامنا، راعوا صورة الرجل وقالوا وعرضوا المثال ده قدامه علشان هو يستحي من نفسه ويعمل المظلوم. فممكن على فكره طريقتك في ان انت تعرف مشكله بني ادم ممكن طريقه بسيطه جدا وسهله جدا بحيث هو يتقبلها. عائشة عندما تكون هادئ في كلامك وتعاملك مع الشخص المقابل تستطيع امساك غضبه. مظبوط طبعا يا عائشة. أمير بتقول إحساسه إنه مش الوحيد العالم اللي غلط. بالظبط كده يا أمير. تمام كده؟ يبقى أول خطوة أتعرف على سلوك المشكلة. تاني خطوة إن أنا أشرح إزاي إن الموضوع ده مضر. تمام، هذه هي الجولة بتأكد إن أنا أحل المشكلة بطريقة غير مباشرة، إما عن طريق الفعل نفسه أو تصحيح الفعل. تمام كده يا هدى. هبة بتقول قال الشافعي
اعملني بمصحف في انفرادي ودربني المصحف في وسط الجماعه، فان المصحف في وسط الجماعه نوع من التوبيخ لا ارضى استماعه. جميله يا هبه، مظبوط. الامام الشافعي كان بيقول الكلام ده، ان انا لما تيجي تنصحني على جنب، يعني ما بينك وما بيني، ما ينفعش تنصحني قدام الناس، لان في هذه الحاله انا هعتبر انه من التوبيخ، وبالتالي لن استمع لك. ده مثال رائع جدا يعني. اشرح ازاي السلوك المدرب، اقول ان هو ازاي ما هو اثر على اشخاص اخرين، العصبيه بتاعته ليه اثرت على فلان وفلان وفلان، شوف فلان ما بقاش يتكلم معاه، شوف فلان ما بقاش يتكلم معاك زي الاول، ما بقوش تخرجوا مع بعض. فهذه الطريقه ممكن تاتي نتيجه. لو انت بتشتغل الشركه ما بقتش حباك، الشركه مش متقبلاك، الناس في الشركه دايما بتوعك مش كويس، فانما ده هذا اثر على المنظومه بتاعت الشركه. الانتاجيه، انتاجك قل، انتاج اللي حواليك قل، زي ما كانت ان بتتكلم على روح الفريق، وان مفيش روح فريق ده مأثر على انتاجيه الفريق. فبالتالي لا، فبالتالي هنا لما اقول للناس دي يا جماعه ان احنا تيم واحد فريق واحد، ولكن كل واحد بيشتغل بطريقه مختلفه، وبالتالي احنا فاشلين، فده مأثر على الانتاجيه بتاعتنا. فلازم ان احنا نصلح الموضوع ده، ولازم نشتغل بروح الفريق على واحد. اميره بتتكلم على ان النصيحه امام الناس فضيحه، دي طبعا يا اميره. لازم اساعد الشخص على الاعتراف بالمشكله. كان عايش الراجل بتقول طريق تعاطيك مع المشكله التي امامك، اما تقرب الناس منك او تبعدهم عنك، فراقب تصرفك. صح، مظبوط 100% يا عايش. ان انا وانا بتعاطى مع المشكله اللي قدامي لازم ان انا اعملها بطريقه صح. لازم اراعي مشاعر الشخص. مظبوط يا احمد، عشان الشخص اللي قدامي يقدر يتجاوب معايا، وبالتالي اقدر اساعده ان هو يعترف بالمشكله. ان انا اظهر له اثر تصرفاته واشرح له الاثار السلبيه للتصرفات بتاعته. ومن هنا هيبقى في اعتراف بالمشكله. بعد كده نبني بقى على هدف. احنا عندنا مشكله، خلاص احنا اعترفنا بيها. ولازم تكون المشكله محدده، ولازم ان احنا نقدر نعالجها وقابله للقياس، وحدد اطار زمني اللي اقدر اعالج فيه هذه المشكله. انا عصبي، حلو، انت عصبي واسلوبك ده عامل لك مشاكل، طيب احنا لازم ان احنا نبقى اكثر هدوء. وعشان نعمل هدوء نعمل ايه؟ يبقى اول حاجه ان احنا نكون اكثر هدوء. هل ان احنا ناخد كورسات ان احنا علشان نقلل العصبيه؟ هل احنا محتاجين نقرا كتب عشان نقلل العصبيه؟ هل احنا محتاجين ان احنا نطلع الطاقه العصبيه دي في انشطه، سواء بقى رياضه او هوايه، كتابه، رسم، فضفضه حتى، وندي نلعب يوجا على راي هبه، تمام؟ وبالتالي يبقى في طرق، والمهم بقى ان احنا هنشتغل على الموضوع لمده شهر شهرين ونشوف ايه النتائج. طيب هبه بتقول طيب لو انا ما عندي ثقه فيه وبينت له اخطائه، هنا مشكلة يا هند. ما ينفعش ان انا عشان اعدل في سلوك الفرد انا اساسا مش واثق فيه. وهرجع تاني هنا ما بقاش بقى فكرة ان انا عايز اقاوم، هنا فكرة ان انا ببين فقط. لا، لازم يبقى في ثقة، ولازم ابرر هذه الثقة، ولو ما فيش ثقة لازم ابني الثقة. تمام؟ يمكن هو شعر بعدم احساس، يعني هو اصل اي انسان بيحس هو الشخص اللي قدامه واثق فيه ولا لا. فلو انا بتجاوب مع شخص او بتواصل مع شخص وشعرت ولو لحظه ان الشخص اللي قدامي لا يثق فيا، اكيد مش هتواصل معاه، واكيد مش هسمع كلامه، واكيد مش هتوافق معاه، لان عندي احساس ان مهما عملت مش هاجي. بتقول اذا احس الشخص ان انا نعرف خطاه وانا خاف على مظهره امام الاخرين، فانه يتحدى نفسه فيما بعد ليكون افضل مما انطلق. ده اكيد طبعا. انت افقد الثقه في حد، ده يعني سؤال كبير قوي يا هبه، ليه معايير كبير جدا. ليه واحد صفر من حياتي؟ هنا بنتكلم على يعني بتختلف طبعا من شخص لشخص، ولكن اي شيء يتعلق بالاخلاقيات وبالقيم، اعتقد ان اي شخص غير محترم وغير تدين بالاحترام لازم يتحذف من حياتي. اي شخص غير محترم لازم يتحذف من حياتي، تمام؟ ولا ينفع ان انا اثق فيه، تمام كده؟ فانا مش هسميها صراحه يا احمد، لكن هسميها حزم. الحزم لازم يكون موجود في حياتي.
تحترم تحترم زي ما عمير بتقول. ويمكن انس كان بيقول لي وجهه نظري تقابل شخص كما هو، لكن انا يمكن انا قصدي يعني انس ان هو لو شخص مش محترم استحاله ان انا اتقبله كما هو، يعني ده شيء المفروض مليون في المية. فهي بتقول طب ليه ما نحاولش نساعده، نحاول نصحح منه ونساعده، ده اكيد يا ليه. عشان كده احنا بندي للشخص فرصه واثنين وثلاثه. ما بشيلش شخص من حياتي الا لو هو تكرر نفس الخطا من غير ما يبقى فيه اي نوع من الاستجابه الحقيقيه. فممكن اساعده وانصحه مره واثنين وثلاثه، كل واحد حسب طبعا قدراته وطاقته، ولكن ما تحملش بعضك القرار يقول ما فيش حاجه يحمل نفسه اكتر من طاقته. هذا ولازم يكون هو متقبل فكره التغيير، صح؟ لان ممكن انا افضل انصحه 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 وهو اساسا ما بيتقبلش التغيير. يعني يكون معطيه فرصه، طبعا لازم يبقى فيه فرصه او اكتر من فرصه، ولكن لو هذه الفرص ما قومتش يبقى طالما شخص من السهل او يعني مش من السهل ولكن من الممكن الاستغناء عنه، يبقى الاستغناء عنه هيبقى حل جيد. دي النصيحه طبعا يا عائشه. ليه التنازل يعتبر الناس ضعف خاصه لو كان تنازلي مع تنازل الطرف الاخر؟ التنازل خطا، مفيش حاجه اسمها تنازل، لكن في حاجه اسمها طلاق، او ان انا بختار تراجع خطوه بسيطه عشان احصل على هدف اكبر. لكن لو هي فكره التنازلات ان الواحد يتنازل من شيء قيم عشان يحصل على حاجه اقل، فده خطا كبير جدا. فعشان كده ده بيعتبر ضعف، لان انت تنازلتي عن حاجه قيمه قوي، زي تخيلي كده حد لقى ذهب او جاي له هديه ذهب وجاي له هديه ازاز، فهو رمى الذهب وخير ازاز. فده الناس هتتفسره ان ده شخص ضعيف او شخص مش حاسس بقيمه الحاجه او قيمه. عشان كده التنازل شيء مرفوض. على راي النيه التنازل هل يعني استسلام؟ التنازل هو في الاساس هو استسلام. تمام. اختيار بتاع الاولويات مش تنازل، صح؟ لو كده اوكي. لو انا هرجع تاني، لو انا بتنازل عن التنازل بمعنى ان تنازل عن الشيء الادنى لاسرع شيء اعلى مقبول، لكن تنازل عن شيء اعلى لاحصل على الادنى فده مرفوض. تمام. لا انا بتكلم على مقدم الزجاج او مقدم الذهب يا هبه، انا بتكلم على قيمه الشيء نفسه، مش بتكلم على من قدمه. تمام كده؟ لكن انا بتكلم دايما واحد لما بتنازل عن حاجه اقل عشان احصل على حاجه اقل. لاجل مصلحه ولا مظبوط كده؟ زي ما عيني برضه بتقول ممكن اتنازل عشان ابدا شيء افضل، صح؟ وده اللي احنا بنتكلم فيه. اتنازل عشان احصل على حاجه افضل. زي مثلا الواحد مثال حسينه، انا ممكن اتنازل عن ان انا ما انامش فتره كبيره وان انا اذاكر في الوقت ده او ادرس او اخد كورسات، انا كده بتنازل عن من وقت راحتي، بس في المقابل انا بطور في نفسي. ممكن اتنازل واطلب لحد مثلا امكانياته الماديه في الوقت الحالي قليله، بس هو شخص طموح وبيتطور وبيكبر وبيراعي ربنا، وبالتالي هيبقى شخص كبير جدا في المستقبل. فده تنازل، بتنازل عن الحاضر مقابل المستقبل. فهرجع تاني، فكره ان انا بتنازل عن الشيء اللي هو كنته اقل عشان احصل على الشيء اللي كنته اعلى. انا بيقول الحب الاجتماعي هذه الرؤوس النوعيه بعيده المدى. جامده قوي الجمله دي. انا انس الله يكرمك، صح؟ من تقول مرام ما من القران تستبدلون من هو الذي هو ادنى بالذي هو خير، صح؟ ان انا ما ينفعش ان انا استبدل الحاجه الكويسه قوي الحاجه الرديئه. تمام. زي ما كان بني اسرائيل، طبعا الايه دي مذكوره في بني اسرائيل، ان هم يعني بدل ما كان ربنا اداهم الاكل الرائع الجميل جدا وقالوا لا احنا عايزين ناكل توم وبصل وفول، فربنا اداهم يعني المن والسلوى، صح؟ فيعني استبدلوا المن والسلوى اللي هو الاكل الرائع الراقي ده بالفول والبصل والثوم. سبحان الله. طبعا سوره البقره. لعل الغالي افراح لا تعد. تمام يا محمد، لما حضرتك على فكره ممكن واحد يتنازل شويه في الموضوع ده من اجل الحاضر الجيد.
سندس ناقص طبق. مظبوط يا امير. خلاص حطينا اهداف، ابتدي اراقب اداء الفرد. علشان احسن فرص ترويج نجاح الترويج في السلوك لازم احط نظام مراقبه اداء، نحط خطه لعقد اجتماعات منتظمه. احنا اتفقنا ان احنا هنغير خلاص وهيبقى احسن، خلاص هنحط نظام مراقبه كده للاداء بتاعنا ونشوف احنا ماشيين كويس ولا لا، ونحط خطه كده ونتابعها بشكل كبير جدا. حلو كده؟ تمام كده يا شباب؟ شفتوا بقى اهميه الفيدباك والنيجاتيف فيدباك سوري ان انا اقدم رد فعل سواء ايجابي او سلبي، فالايجابي اشجعه ازاي والسلبي ازاي ان انا احليه بقى كويس. تمام كده؟ والله يكرمك يا رب، ربنا يجازينا جميعا الجنه يا رب يا رب. طيب اخر موضوع هنتكلم فيه النهارده يا شباب هو التواصل مع الزملاء. هنا كلمه التواصل مع الزملاء اللي هو بتواصل من الناس من نفس سني، تمام، بتواصل من الناس اخواتي قرايبي ناس في نفس السن. يعني انا يمكن استخدمت لفظ زملاء ده زميل دراسه زميل عمل زميل حياه، فهو ده الفكره ان انا ازاي اتواصل معهم. طيب عائشة بتقول عندما نرفع نفعل نظام الوقاية لخلافاتنا وتصرفات الآخرين يكون لنا في آخر اليوم وقفة المحاسبة وتقييم النتائج. مظبوط طبعا يا عائشة، ده مطلوب جدا 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 في التقويم بتاع الأشخاص. صح يا حمادية، الدائرة المحيطة. إزاي أتواصل مع الدائرة المحيطة بتاعتي؟ طبعا في مبادئ عامة في التواصل مع أي شخص بتعامل معاه. والقواعد دي يجب ان نحترمها. ايه بقى القواعد؟ اول حاجه اظهار الاحترام. طالما انت بتتعامل مع زميل ليك لازم ان تحترمه. يجب ان تحترمه. مش اختيار. الموضوع هنا مش اختيار. طالما ده زميل عمل، زميل سكن، زميل حياه، دائره محيطه، يجب ان اتعامل باحترام واظهر هذا الاحترام. حتى لو هو شخص غير محترم. تمام؟ لانه الشخص اللي غير محترم لما بيتعامل مع شخص محترم غصب عنه بيتعامل باحترام. صح؟ انا بتكلم على الامان، امير بتكلم على الاحترام بالقول والفعل. كوثر بتقول الاحترام قاعده اي علاقه. مظبوط صح يا كوثر. محمد بيقول اذا لم اكسبه لم اخسره. مظبوط. فانا ان انا اظهر اتعامل باحترام مع الناس وبتعامل في سلوك مظبوط في بطريقه فيها جانب كبير من الاحترام، ده شيء مهم جدا. المبدا الثاني ان انا لازم ان انا حاطط قواعد ومسؤوليات. يعني ايه حاطط قواعد ومسؤوليات؟ يعني انا واضع حدود ما بيني وبين الناس. يعني في اشخاص ممكن اقدر اهزرهم. في اشخاص ما ينفعش ان هم يهزروا معايا. في اشخاص لازم اسلم عليهم. في اشخاص ممكن بس ان انا يعني اسلم سلام من بعيد لبعيد. تمام؟ فانا اللي بحط القواعد في التعامل مع الناس. هل ان انا هتعامل بطريقه مفتوحه ولا طريقه مغلقه ولا طريقه متوسطه؟ فانا اللي بحط القواعد. وانا اللي بنقل المسؤوليه، يعني كل واحد لازم يكون ليه مسؤوليه في حياته. تمام؟ كوثر بتقول بتتكلم عن نقطه الاحترام، لو هو مش محترم هو لازم يكون انا لازم اكون محترم، لان كل واحد بيعبر عن نفسه. مظبوط كده يا كوثر. اللي بتقول ابدي المصلحه المشتركه لاحد يتعداها ولا افضل مصلحتي عليه. مظبوط يا ايمي، دي من القواعد برضه. عائشه بتقول اذا فقد جدار الاحترام فتوقع كل شيء من الاخرين. مظبوط طبعا يا عائشه. بالمستويات لو انت قصدك ان انا احط فكره ان انا احط قواعد لازم انها تبقى قواعد واضحه وصريحه في التعامل بيني وبين الاخرين. المسؤوليات ان كل واحد له مسؤوليه في حياتي. في صديق او زميل يصلح ان انا اتواصل معاه واتكلم معاه. في زميل مسؤوليته ان هو يحل لي مشاكلي. في زميل او صديق ومسؤوليته ان هو انا اللي اسمع له. في واحد بحتاجه في وقت الفسح والخروجات، في واحد بحتاجه في وقت المذاكره، في واحد بحتاجه في وقت العمل الجاد، في واحد بحتاجه لما اجي اخد كورس. فلازم ابقى حاطط قواعد ومسؤوليات في دائره الناس او دائره المعارف اللي حواليك. اهم حاجه ان انت تكون صادق حوالين افكارك ومشاعرك.
يعني لو انت ما بتحبش حد ومش طايق حد و يعني ما ينفعش ان انت تتعامل معاه ان هو حبيبك وصديقك وظريف وزي الفل، ده مرفوض. كن صادقا، قرب اللي انت شايفه حد محترم، حد كويس، حد هيضيف ليك، حد فيه فائده منه، سواء فائده معنويه او فائده ماديه، زي ما تقول ان هي صداقات نافعه. فده لازم انا اتجاوب معاه، وبالتالي هبقى صادق معاه حوالين افكاري ومشاعري. ما بقاش علاقاتنا ما بيننا وبين اصحابنا اللي هي علاقات او زمايلنا، انها علاقات كل واحد بيخبي على اللي قدامه او بيناقض اللي قدامه على راي انس. فكره النفاق، فكره الكذب، فكره الكداع، فكره ان كل واحد بيحاول ان هو يخفي ما ان هو يكتم، فده شيء مش صح وشيء يدمر اي علاقه. أقول إذا سببته يقول سباب، وإذا ابتسمت في وجهه يقول منافق، وإذا تجنبته يقول غريب الأطفال. بالظبط يعني. فأنا ليه أتعامل مع هذا الشخص؟ فلا، لازم إن أنا أتعامل مع دائرة اللي تقدر إنها تتواصل معايا. أه طبعا في ناس مش كل الناس هتواصل معاهم، ولكن أنا زي ما قلت لك كده كده حاطط حدود. في ناس ما ينفعش تتجاوز هذه الحدود، و فكرة زي ما فعلا احنا بيقول ارضاء الناس غير لا تدرك، ده اكيد. لان لو انت متخيل ان كل الناس هتقبلك وكل الناس هتحبك وكل الناس هيكلموا عنك كويس اطلاقا، اكيد هتلاقي في ناس بتحبك، وهتلاقي في ناس بتكرهك، وهتلاقي في ناس بتحقد عليك، وهتلاقي في ناس بتمجد فيك. فده طبيعي. سوء الظن، ماله سوء الظن؟ السلام عليكم. وكل الناس هتحبك وكل الناس هيكلموا عنك كويس اطلاقا، اكيد هتلاقي في ناس بتحبك، وهتلاقي في ناس بتكرهك، وهتلاقي في ناس بتحقد عليك، وهتلاقي في ناس بتمجد فيك. فده طبيعي. سوء الظن، ماله سوء الظن يا اميره؟ هو عموما ما ينفعش يبقى في سوء ظن. لو انت قصدك ان احنا ايه الحاجات اللي بتستعرض، طبعا ما ينفعش يبقى في سوء ظن. قوس بتقول وي كان افويد، لازم نتجنب الناس من غير ما نجرحهم، وده صح. تمام. مرام بتقول كده، هل المجامله مرفوضه؟ لا طبعا، مين قال المجامله مرفوضه يا مرام؟ طالما المجامله فيها صدق ما فيش اي رفض. وانت في حال انت بتجاملي شخص في شيء مش فيه، تمام، اكيد انت بتجامليه على حاجه هو عملها كويسه، على حاجه هو عملها صح. لكن مثلا ما ينفعش حد يعمل حاجه غلط وانت تجامليه او بتجاملي صورته، فده اسمه تجميل، فالتجميل مرفوض. لكن لو احنا بنتكلم ان شخص عمل حاجه كويسه وانا شكرته عليه او نكئ يعني كلمت عنه كويس، انه عملها بشيء كويس، مش شيء غلط، بالعكس ده من ادوات الذكاء الاجتماعي. احنا بيقول الذي يسمع كلام الناس دائما تجده مهموما، ده اكيد طبعا. تمام. لان هي بترد عليه بيقول لك كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، على رأي جورج وسوف. كوثر، على الهدف ان انا ما ادبش، مظبوط. محمد بيقول كن كالمطر تنزل لصالح وطالح. تمام. حسينه بتقول متى يكون سوء الظن من حسن الفطن؟ سوء الظن من حسن الفطن يا حسينه لما انا بتعامل مع شخص انا لا اثق فيه، فطبيعي ان انا يبقى لازم يكون عندي سوء الظن. لكن لو انا بتعامل مع شخص جيد، شخص محترم، ليه دايما اسبب بسوء الظن؟ تمام. النفاق الايجابي، هو في نفاق ايجابي يا انس؟ عموما اي نفاق سلبي. تمام. كوثر، يعني لو احنا قلنا الحاجات الكويسه للاخرين ده كافي ومش محتاجين ان احنا نكتب. لو احنا فعلا لو حد عمل حاجه كويسه، لو انا قلت فعلا حاجه كويسه هو بيعملها، ده فعلا شيء كافي جدا، مش محتاج ان انا اقول الكلام هو فعلا ما عملش، لان هو برضه هيدرك ان هو مش عامل ده. تعديل الفكره، لو انا بتكلم مع زمايلي او قرايبي او دايره معارفي وانا عايز ابقى لهم فكره، او فكره انا شايفها فكره جيده، سواء بقى فكره ان احنا يا جماعه هنعمل مثلا مشروع، او فكره ان انا عايز اشتغل في الشركه الفلانيه. علشان اعزز هذه الفكره لازم ان انا اظهر للناس اللي حواليا ان انا بطل الفكره. انا يعني ايه بطل الفكره؟ انا متحمس الفكره، وان انا يعني بذلت مجهود عشان اطورها و فانا لازم اصور نفسي ان انا بطل هذه الفكره عشان ان انا اؤمن بيها لدرجه اقنع بيها الناس.
لان انا لو بروج لفكره انا مش مقتنع بيها عمري ما اسمع تقتنع بيها، فلازم ان انا اروج لفكره انا نفسي مقتنع بيها. بعد كده ابتدي اختار الناس اللي هتأيدني. يعني دلوقتي هعرض فكره قدام اصحابي كلهم، وعارف ان محمد وابراهيم ممكن يقتنعوا بالفكره دي بسرعه، فهكلمهم من الاول بحيث ان هم لما اجي اعرض الفكره على الكل هم يعلموا تأييدهم ليها، وبالتالي في ناس هتتأثر بيهم هيأيدوا الفكره. طب انا عارف ان في ناس ممكن تعترض، فممكن اتكلم معاهم بشكل فردي عشان أأكد الفكره دي. اوكي طب التخيل شام قصدك ايه؟ قصدك ايه التخيل يا حسينه؟ انا بتكلم يعني لو انت قصدك ان انا بتخيل مع نفسي الفكره، على فكره انا قصدي ان انا اقتنع بالفكره بشكل كبير جدا. كيف اروج الفكره؟ تمام؟ لو انت قصدك يا انس ان انا ازاي ان انا يعني ابيع الفكره للناس، سواء انا كده اولا لازم اكون مقتنع بيها جدا، لازم اختار الناس اللي تؤيدني بشكل كبير جدا، ولو في حد معترض يبقى احاول اتكلم بشكل انفرادي بحيث ان انا اعرف ايه وجهات النظر المختلفه، وبالتالي اقدر ان انا اوصل فكرتي بشكل كبير جدا. ده كان السؤال يا نشوى، ازاي ان الواحد يعزز الفكره مع الاخر. تمام كده؟ طيب التعرض ده على فكره العكس، واحد من اصحابي واحد من زمايلي هو اللي بيعرض الفكره. لو الفكره عجبتني بشجعه بأيده. طيب لو الفكره في حاجات عجبتني في حاجات ما عجبتنيش، فاحاول وانا بتكلم على الفكره اللي هو بيقولها ان لازم تكون المخالفه تكون ايجابيه ومحدده. ليه؟ علشان يستمر في عرض الفكره، علشان ما يحسش ان انا بهاجمه، عشان ما يحسش ان انا بترصد لاخطائه. فلازم ان انا اتعامل وانا حتى بقضي ملاحظات على الفكره اللي هو بيقولها ان انا اكون ايجابي ومحدد. طيب علشان اتقبلها فعلا يعني. وبالتالي طب لو انا بقى عندي حاجات مش عجباني فاقوم قايل ايه؟ بس انا بقترح عليك ان انت في مقاطعه عشان تحسنها. يبقى قدم اقتراحات للتحسين. تمام كده؟ علشان نشد لكن كيف هنشد عليهم؟ يعني بمنتهى البساطه. لو هي فكره غلط تماما فانا بقول ان انت كنت كويس في اول نقطه 1 2 وبعد كده بس انت عندك اخطاء 1 2 3 4. اوكي؟ بالظبط زي ما الفيديوهات بيقول كده، تبقى جميل لو ضفت نوع عليها كذا وكذا وكذا. كل ما انا قلت الايجابي الشخص اللي قدامي هيسمع، وبالتالي هيتقبل اي نقد انا بقوله لائم. تمام كده؟ وزي ما انا بقول ان النقد مفيد طالما انت بتقوله بطريقه جيده يا انس، لكن ممكن ما يكونش مفيد لو انت بتستخدم الفاظ بتخلي اللي قدامك يقفل منك، وبالتالي مش هيتجاوب معك. واضح؟ اللي هو النقد الهدام بالظبط كده. يوم النهارده اتكلمنا عن اشكال الشكل اللفظي والشكل. السلام عليكم.